صباح الخير لجميع مشاهدينا، معكم الكابتن مجدي طارق، أخصائي الصحة واللياقة البدنية، مع تمارين جديدة، فقرات جديدة إن شاء الله تتعلق بالصحة واللياقة البدنية وبالنصائح الغذائية وبالتمارين الصحية إن شاء الله تعالى. اليوم نتابع سلسلة الفقرات كنا نحكي فيها عن التمارين والأوزان المقاومة، عن الدمبلز واستخدام البارات وكيف كان نستخدمها، استخدام كعضلة واحدة، كيف كان نستخدمها في البيت، كيف نستخدمها في الجيم، كيف الطرق السليمة إمكانا أنه نستعمل هذه الأوزان لتحصيل أكبر فائدة ممكنة بتجنب لا سمح الله الإصابات والشغلات السيئة. اليوم هنحكي عن تمارين مختلفة زي ما حكينا المرة الماضية، هنحكي اليوم عن تمارين اللي هي الكومبلكس اكسرسايز. المرة الماضية حكينا كيف كان احنا نستخدم البارز والدمبلز باستخدام العضلة واحدة، وحكينا عن الموتور باترن وهي زوايا العضلة، وحكينا عن الطرق السليمة كيف عملية التنفس، كيف استخدام الرجلين ونتجنب اللود على منطقة اللي هي أسفل الظهر لا سمح الله مشان نتجنب الإصابة فيها. نرجع نتذكر كمان مرة انه في عنا احنا حكينا عن البارات المستقيم والأعواج، بنرجع نتذكر عن الأوزان اللي هي الخفيفة والمتوسطة والعالي، طبعا في عنا أوزان أعلى، وحكينا عن الأوزان وكيف طريقة المسك تبعها، كيف طريقة استخدامها، كيف حملها، كيف وضعها، كيف طريقة الأداء السليم إلها باستشارة المدرب، أو حتى إذا أنت بإمكانك أنك تستخدمها لا تتحمس بطريقة كبيرة حتى لا تأذي نفسك، دائما استشير المدرب الموجود واستشير الأخصائي المتخصص بهذه الأمور. الآن نحكي اليوم عن تمارين ثانية، طرق ثانية كان نستعملها بالنادي، إذا عندك شوية إكويبمنت أجهزة في البيت كانك تستعملها وتستفيد منها. اليوم هنحكي عن شيء أو خلينا نحكي تكنيك مختلف على اللي عملناه المرة الماضية. المرة الماضية حكينا عن اللي هي ريجولر اكسرسايز، اليوم حنعطيه عن تمارين اللي هي الكومبلكس اكسرسايز، تمارينات معقدة كان نستخدمها. الهدف الرئيسي من هذه التمارين اللي هي استخدام أكثر من مجموعة عضلية وأكثر من زاوية عضلية أثناء التمرين، وبالتالي أنا حرقت كميات سعرات حرارية أعلى، هذا أول شيء. ثاني شيء الفائدة أثناء التمرين اللي أنا عملته صارت أعلى. هلا ممكن يخطر على بال واحد، طب هدول التمارين أحسن من، لا مش أحسن من القبل. القبل له هدف معين وتارجت معين واسلوب معين كان استخدمه حسب الهدف اللي حكينا فيه المره الماضيه. التمارين هذول لها هدف ثاني، ممكن يجي شخص يحكي لك انا ما معي مده زمنيه في النادي طويله، ما ممكن اقعد ساعتين بالنادي او ثلاث ساعات او ساعه ونص، عندي مده زمنيه نص ساعه او 45 دقيقه، بدي احرق اكبر كميه من السعرات الحراريه الموجوده الان في النادي. نستخدم الكومبلكس اكسرسايز، هذه التمارين تستخدم اكبر مجموعه عضليه، وبالتالي انا حرقت كميه سعرات حراريه عاليه. الان نعمل شويه تمارين باستخدام هاي التولز الموجوده عندي اني استخدم اكبر مجموعات عضليه وبالتالي استفيد من التمرين وبوقتي اللي انا موجود فيه بالنادي. هستخدم الان وزن خفيف، خلينا نحكي اللي هو البار الخفيف، وزنه تقريبا 6 باوند تقريبا 2 كيلو 2 كيلو ونص، طبعا في اخف في اتقل منه بيختلف عن البارات المره الماضيه اللي حكينا عنه. هذا البار كان استخدمه ستات، خصوصا ستات بيستخدموه كثير لانه خفيف جدا، افكتيف مفعوله عالي، وكان استعمله باكثر من تمارين. نحمله بالطريقه السليمه اللي احنا حكينا عنها المره الماضيه، بغض النظر حتى لو كان الوزن خفيف جدا ممكن باي لحظه انه الانسان يتصاب، لان جسم الانسان سبحان الله شو ما قوي حيضل ضعيف. واحد من التمارين الكومبلكس الاساسيه انا اعطيت عنه كلو، حكينا في اعطيت عنه اكزامبل مثال بالحلقه الماضيه، حرجع اعيده كمان مره باستخدام هذا. المره الماضيه استخدمت الدمبلز فيه، المره هاي حستخدم فيه البار. بهذه الوضعيه نتخذ زي ما حكينا المره الماضيه نركز على عمليه النفس، رجلينا وضعيه الستريت مستقيمه، اوسع من الكتفين قليلا، ظهر مستقيم، معدتي تايت، رجلي النية عندي متنية إشي خفيف، ظهري مستقيم، بمسك البار بشكل متوسط بهاي الوضعية، بنزل شوي شوي للأسفل بتنفس، برجع أب كان أعمل ستريت أب. بهاي الوضعية أنا استخدمت شو؟ استخدمت أول شيء رجلي أيزومتريك كونتراكشن، قباع ثابت، استخدمت أسفل الظهر عندي معدتي شادة، بالنهاية استخدمت الشولدرز الموجودة عندي، استخدمت 4-5 مجموعات عضلية أثناء التمرين، وبالتالي الإفادة والدورة الدموية النشاط اللي حيصير فيها وعملية الحرق اللي حيصير فيها والضغط اللي حيصير على القلب والنشاط اللي حيصير عنده مع الرئتين حيكون جدا عالي، وبالتالي الفائدة أثناء هذا التمرين إذا أدى بطريقة وأداء سليم 100% حتكون جدا عالية. نرجع نكرر كمان مرة بهذه الوضعية، داون أعلى أجين أب نتنفس، أنا عملت مور، نركز بالأداء والنفس، لا ننسى إذا ما عرفنا نستشير المدرب المختص بهذه المواضيع. Last one up
هلا في هذا التمرين اللي حكينا عنه، هلا في تمارين ثانيه خطر على بالي وانا عم بعمل هذا التمرين. في كثير ناس بتواجه صعوبه انها تطلع الدرج او تنزله. انا اعطيكم تمرين خفيف كانكم تسووه بالبيت، مثال لكم كانكم تعملوه كثير سهل. كانك تجيب اي عصايه موجوده عندك في البيت، عصايه اشاط او وات ايفر، كانك تمسبها هذه الوضعيه، وضعيه الجارد زي وضعيه الحارس بهذه الوضعيه، رجليك ستريت، تستخدمها انها تعمل لك سبوت، تعمل لك مساعده اثناء التمرين بهذه الوضعيه. بنزل هاف سكوات برجع بطلع. هون انا خففت من وزن جسمي على رجلي على ركبي خصوصا، وبالتالي استخدمت ايدي انه يساعدوني بالطلوع بنزول. كثير ناس بفصل الشتاء خصوصا الكبار بالسن بواجهوا الام بالمفاصل عندهم خصوصا بالركبتين، خصوصا اول ما يقوموا من التخت او من الكرسي او يكون على الفراش العربي بس واقف بتلاقيه انه تعبان ما فيه حل. لو يعمل هذا التمرين شبه يومي مره باليوم يوميا ما في اشكاليه، ثلاث مرات 15 مره لحد مرتين في اليوم بدون اوزان ما في اشكاليه، منه بحرك المفصل تبعه، منه بقوي العضلات، منه بنشط الدوره الدمويه الموجوده عنده. اهم شيء انه يستخدم مثلا عصاي معاه او ممكن يستخدم اي شيء يمسك فيه درابزين او وات ايفر مشان يساعد انه يحمل وزنه، ما يخلي كل وزنه اللود على الركبه موجوده عندي. بمسكه بهذه الوضعيه برجع اب، يركز بعمليه النفس. اثنين، مهم جدا 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 هذا تمرين للكبار بالسن لتقويه مفصل الركبه زي ما حكينا. اوكي، بنكرر هالموضوع، ثلاث جولات كل جوله 15، لو ما قدرش يعمل 15 لو عمل 10 او 8 او 12 كثير ممتاز، المهم يحرك المفصل الموجود عندنا. نعطي تمرين ثاني باستخدام البار الخفيف كومبلكس اكسرسايز كان نعمل له بهذه الوضعيه. كانك نعمل الابرايت مع وضعيه السكوات. نمسك الوضعيه ضيقه، وسع رجلينا اللي هو السومو سكوات وضعيه سبعه، نختلف هاي الوضعيه اختلاف كلي عشان نحرك الفخذ الداخلي الموجود عندي. سبعه زي ما لاحظنا وضعيه سبعه، وضعيه مصارع السومو. نمسك البار بوضعيه ضيقه. دائما بتحاول لاحظ ان انا عم بعمل عمالي تمارين للابر واللور، يعني عضله اللي هي العلويه والعضلات السفليه عشان انشط الدوره الدمويه بشكل كبير، وبالتالي اسرع عمليه الدوره الدمويه واسرع عمليه ضربات القلب، بنفس الوقت احرق اكبر كميه من السعرات الحراريه الموجوده عندي. بهذه الوضعيه بننزل اب ابرايت جود اجين، نفس داون. هتحس بشد عضله الفخذ الداخليه والكوادراسبس عندنا هون، بشغل بنفس الوقت الشولدرز والبايسبس. اب اجين للاعلى، نكرر هذا الموضوع. تو مور لاست وان، بننزل شوي شوي، نرجع وضعيه جسمنا ونرجع البار للوضع السليم. اعطينا مثالين باستخدام البار الخفيف لتمارين الكومبلكس لتنشيط الدوره الدمويه الموجوده عندي. الان هنعطي باستخدام الدمبلز، تمسك الدمبلز بهي الوضعيه. اوكي، هنعطي الان بنسميه احنا مش سوبر سيت، سوبر كومباين. سوبر كومباين هو تمرينين لنفس العضله، ححرك انا عندي الاطراف السفلى بهي الوضعيه. هنعمل سايد 1 اجين فرونت، بخلي ايدي بوضعيه جانبيه، لاحظوا رجلي شو حيصير فيها. اب داون، حركت الكالف عندي انا البطات الموجوده عندي. هنعيد التمرين كمان مره، 1 سايد فرونت داون بطات اجين. كثير من الناس حيلاحظ عندهم ضعف فيها، تلاقي انه عنده بالانكل بالكاحل عنده ضعف. كثير ناس عندها ويكنس لانها بتهمل هاي العضلات، وهي عضلات مهمه جدا بالجسم. فهذا الامر لازم نركز عليه سواء بالبيت او حتى بالجيم، العضلات المهمله لازم هي اللي نركز عليها لانه هي اللي بنستخدمها بمعظم حياتنا. ونرجع نعيد التمرين، سايد فرونت سكويز للكالف، سكويز سايد فرونت، نرجع للبطات للكالف اب 1 2 داون. كان نعد 1 2 نعمل زي ما بقولها فريز للعضله، ايزومتريك انقباض ثابت لها مشان نزيد القوه العضليه لها. نعيد، 1 نفس، 2 بطات، 3 نرجع نعيد، 1 لاست 1 2 نحرك الكالف 1 2 نهدي شوي شوي للعضله. بنرجع الدمبلز لوضعيته اللي كانت عليها. احنا بنكون اليوم اعطينا امثله متعدده على الكومبلكس اكسرسايز وكيف بامكاننا انه نستغلها لتنشيط الدوره الدمويه، كيف بامكاننا نستغلها لحرق اكبر كميه من السعرات الحراريه الموجوده عندنا، وكيف بامكاننا نستغلها ان شاء الله لتجنب الاصابات.
كان معكم كابتن مجد طه، اخصائي الصحه واللياقه البدنيه. ان شاء الله بشوفكم في فقرات قادمه وبحلقات قادمه باذن الله تعالى.